مرة مكملين أيضا مع ضيوف فترتنا والحديث عن الاهتمام السامي بالموارد الوراثية. معانا للحديث عن الموضوع الفاضل عبد الله بن علي رواحي، نائب المدير التنفيذي لمركز عمال الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية بقطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. مسين عليك بالخير وكل عام أنت بخير أستاذ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الله، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، وبهذا اليوم السعيد يعني نود أن نهني قلادة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وجميع العمانيين والمقيمين على أرض هذا الوطن بالعيد الوطني 51 النهضة. يعني من الله الصحة والعافية على قلادة السلطان هيثم قائد الرؤية المتجددة، لاقين الله له التوفيق والسداد. اللهم آمين. أستاذ عبد الله، حديثنا راح يكون عن الاهتمام السامي بالموارد الوراثية في النهضة المباركة وأيضا إنشاء المركز. نعم، أول شيء يعني عن إنشاء المركز كان له قصة يعني من 2010. نعم. بتوجيهات من المرحوم بإذن الله سلطان قابوس بن سعيد طيب الله تراه. كان اهتمامه بالبيئة من بداية السبعينات، من بداية النهضة المباركة، وتوجت اهتماماته طبعا منها يعني جائزة سلطان قابوس للبيئة التي تمنح عن طريق منظمة يونسكو. نعم. وكان يعني حضينا احنا بتأسيس هذا المركز، مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية تحت مظلة حاليا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استثمى من عام 2012 تأسس، واستوت يعني طبعا مربوط أنشطة المركز له ارتباط مباشر في رؤية عمان 2040. نعم. تعاون الرؤية أولويات لها علاقة مباشرة بالبيئة، يعني محورين هو التعليم والبحث العلمي والآخر البيئة. نعم. والموارد الطبيعية. نعم. إذا نتحدث عن قطاعات عمل المركز ومجالات اهتمامه. نعم. طبعا يمكن اختصار مهام المركز في ثلاثة محاور. المحور الأول الحفظ وصون وتوثيق التنوع الأحيائي للموارد الوراثية. الثاني الاستخدام المستدام لهذه الموارد الوراثية. والثالث التوعية عن أهمية الموارد الوراثية والحفاظ عليها للأجيال القادمة إن شاء الله. بإذن الله تعالى. أستاذ عبد الله، خلينا نتكلم عن الإنجازات اللي حققتوها وأيضا أبرز المشروعات المنجزة. طبعا احنا في 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 المحور الأول في الحفظ والصون هناك مشاريع بحثية نبديها بقطاع الموارد الحيوانية. طبعا الفريق العلمي الحمد لله حقق إنجازات في هذه المشاريع. المشروع الأول إنه قام بدراسة التنوع الوراثي لعشائر الغزال العربي في سلطنة عمان. ثاني شيء إن شاء الله بيصدر قريب استراتيجية صون الاستخدام المستدام لهذه الحيوانات المستأنسة في عمان. إعداد استراتيجية صراحة أخذ عليهم وقت كبير، وفيها تكون كيفية الحفاظ على هذه الموارد الوراثية الحيوانية وطرق تنفيذ هذه الاستراتيجية، وإن شاء الله راح ننتفع فيها جميع الشركات المنتجة يعني اللي تنتج من القطاع الحيواني مثل المواشي والدواجن والمصانع الثانية اللي راح تستفيد إن شاء الله من هذه الاستراتيجية بشكل مباشر إن شاء الله. ثاني شيء في إنتاج في الموارد الوراثية الحيوانية إنشاء بنك جيني لجميع الحشرات المتواجدة في البيئة العمانية، تسمى إنشاء يعني تسمى بنك جيني للمخصريات الأرقى. وآخر شيء توصيف الضأن المحلي، سلالات الضأن المحلي في عمان، وإنشاء بنك جيني للحيوانات طبعا المستأنسة في عمان. وحاليا نشتغل إن شاء الله حفظ بعض النطف المجمدة للخيول العربية في السلطنة في سلطنة عمان. جميل جدا. أما بالنسبة للموارد الوراثية النباتية قمنا إحنا بمشروع مع وزارة الزراعة للتجميع وتوصيف أنواع شجار الموز للسلطنة، وقدرنا نجمع أكثر من 120 نوع في عمان تزرع وما شاء الله تنتج يعني إنتاج كبير. راح نستمر في الدراسة حتى نعرف النوع الأفضل اللي ينتج في عمان، يعني يكون يعني نستمر إن شاء الله في هذا الشيء. مشروع آخر تجميع نباتات طبية وعطرية في عمان، طبعا هذا له مستقبل واحد في الصناعات.
اخر يعني توصيف نباتات تم استعادتها يعني بذور تم استعادتها من بنوك جينيه عالميه وعادت اكثرها هنا في سلطنة عمان مثل الشعير والقمح العماني. وطبعا تم في السنوات الماضيه ايضا اصدار استراتيجيه عن الغطاء النباتي في عمان وكيفيه المحافظه عليها واستراتيجيه كيفيه تنفيذ هذا. في الشان الاحياء البحريه عملنا مدح طحالب الموجوده في السواحل العمانيه وايضا الطحالب الخضراء للمياه العذبه، وعملنا وصف جيني للشعب المرجانيه والسفنج البحري الموجود في سواحل بحر عمان. اما اخر شيء في الاحياء الدقيقه الميكروب قام فريق العلم عندنا في المركز بجمع وتوصيف الفطر المشروم اللي موجود في سلطنة عمان. طبعا هناك يعني فرص كبيرة استثمارية لهذا الفطر الموجود في صلالة، فإن شاء الله يعني احنا قاعدين درسنا ويمكن طلعنا اكثر من 10 انواع يعني منها المفيدة قابل للأكل ومنها السامة، ولكن احنا راح نهتم الحين الدراسة القادمة ان شاء الله من بداية السنة القادمة على الفطر القابل للأكل. نعم، إذا نتحدث عن التوثيق وأهمية التوثيق العلمي أستاذ عبد الله في مسيرة المركز. نعم، التوثيق هذا أهم شيء من مهام المركز. يعني إحنا الحين دشنا من سنوات من طبعا من إنشاء المركز منصة الموارد الوراثية النباتية يعني تدعى جريب، وهذه يعني الحمد لله احنا قدرنا نسجل 1400 نوع من انواع النباتات في هذه المنصه، وراح يستفيد فيها طبعا كل باحث وكل شخص يعني مهتم في الموارد الوراثيه يمكن يستفيد فيها. المنصه القادمه ان شاء الله في العام القادم منصه عن التنوع الاحيائي اللي هي غير النباتات يعني مثل الحيوانات والاحياء البحريه والاحياء الدقيقه. عندنا انواع مسجله مثل الموارد الحيوانيه 2000 اكثر من 2000 نوع، الأحياء البحرية أكثر من 2900 نوع، الكائنات الحية الدقيقة أكثر من 800 نوع. إن شاء الله هذه المنصة راح تدشن العام القادم إن شاء الله بإذن الله أيضاً تعالى. إن شاء الله أيضا عندنا تطبيق هاتفي اسمه تجميع، قدمنا إنه نسجل أكثر من 450 يعني مشترك في هذا التطبيق. نعم. وهذا التطبيق يعني متاح للجميع، يمكن للفرق ويمكن للعلماء اللي يروحوا في رحلات يعني في البيئة العمانية البحرية في البر في الصحراء، يمكن ياخذ صورة لأي يعني مورد وراثي هذا التنوع الأحيائي، يمكن ياخذ أي صورة ويرسلنا إياها عن طريق هذا التطبيق، وإحنا نعمل يعني نجمعها نوثقها في هذا التطبيق إن شاء الله، وراح نستفيد فيه كثير هذا بإذن الله تعالى. نتمنى كل التوفيق. أستاذ عبد الله، كلمة ختامية منك نقول في لقائنا هذا. كل الشكر لقناة هدفا على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة البحث والتطوير الذي يقوم فيه مركز موارد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خير.